على مستوى الكويت نعرفه مو ناخذه خياطة الكاركة اي احنا بهذا التاريخ الكريم اي هذا احنا نسميهم اهل الشغل مو عيب الحرفة حلوة شنو خيطوا شنو هم امتهنوا بشوت امتهنوا التجارة الكاركة كبيرهم احمد ومبارك العصفور ايوه والله انت مؤرخ ما شاء الله نعم شنو كاركة علمنا احنا كاركة شنو الكاركة اللي تسوي الخام الله مهنتهم سكنوا جبلة وموقع بيتهم المدرسة الأحمدية الله أكبر نعم واحنا